اتفضلي. اللي بعده. هذا الأمين عمل فيها عاملة مش ايه بقى؟ ما اتفرجش عليه طب؟ ليه؟ جاب لي عمار علي حسن شتمني على الهوا. طبعا هو بيقول لي هو أصر يدخل، في حاجة اسمها أصر يدخل؟ يعني أنا مذيع وعارف إن الراجل ده هيشتم الست دي، إيه اللي يضربني على إيدي يعني إن أنا أدخله؟ بس يعني أنا بجد مش دفاعا عن تامر، بس بجد بجد تامر من الناس اللي محترمين جدا جدا وبيحترموا ضيوفهم، ويمكن غلطة من الإعداد لأنه تامر يعني بجد مهني جدا. هو اللي مسؤول، هو اللي مسؤول مش اللي أنا معرفش الإعداد. صدقيني لما بنبقى قاعدين على الكرسي لا ده الراجل الأجواء بتختلف جدا، ممكن تحصل أي حاجة. قاعد يشتم بلا مبرر اصلا في الاخر اللي دخل على وفي الاخر اللي هو عمار علي حسن، عمار علي حسن، وفي الاخر قال لي على العموم العيب مش عليك، العيب على اللي عينك في البرنامج. لما كلمتني صحفيه ايطاليه وعملت معايا لقاء يعني او يعني انترفيو على التليفون، قالت لي مش انت الاعلاميه الوحيده اللي قلتي كده، في اعلامي تاني برضو زميل مش هقول اسمه يعني طبعا واحترمه جدا، قالت لي بالظبط كده، هي سيز ذات ريجيني از شمال يعني، هي بتقول لي كده البنت قالت لي الكلمه. الاعلامي اللي قال عليه انه ريجيني شمال او ان ريجيني قد يكون من المثليين يعني ما حدش قال لي اي حاجه خالص في التوقيت ده خالص، انا بس الدنيا قامت وقعدتش عليا. ده بقول لك الايطاليه قالت لي كده. مين اللي قال كده يا رانيا؟ الاستاذ تامر امين. هي قالت لي كده، تامر امين قال، وانا شفتها لقيت كان قال كده. هو تامر قال كده؟ انت سمعتيه؟ سمعته قال كده. انا كل حلقه بقى هقعد ادافع انت بقى قالوا عنك اهو. لا انا مش انت مثير دفع. للمشاكل ليه وبتاع مشاكل ليه يا تامر؟ امال انا طالع اركب الوميتال؟ مش فاهمه، ما انا شغلتي ان انا اتكلم في المواضيع اللي الناس يعني. انت بتعترف؟ مش معترف، هي ان دي لزوم البهارات والشغلانه يا سيدتي العزيزه، دي قضايا مثيره للجدل. فطالما بتقتحميها لازم يحصل جدل، والا الاسلم ان انا مش عارفه اللي هو المثل اللي بيقول لك عيشي نمله تاكلي سكر. لا انا مش عايز اعيش نمله، انا عايز اكل سكر بس باحترام. طب تعالى نرد على الدكتوره لميس الاول. طيب. اولا تمام، قبل الدخول في المحتوى انا بعشق الدكتوره لميس جابر، لا يختلف عليها اتنين، وبقدرها وبحترمها وبحبها وما زلت، وهي من ارجل الرجال مواقفا. طبعا مش بنتكلم عن الدكتوره وانوثه، لكن هي ارجل من ناس كتير في وقت عزت فيه الرجوله وعز فيه الصدق. طب ليه سمحت باهانتها عندك يا تامر؟ اولا يا سيدتي انت مذيعه وعارفه، انا يعني قلت ما انا بقول لك انت مذيعه وعارفه، خصوصا ان برنامجي هوا. تمام. دلوقتي الدكتوره لميس داخله وهي عارفه انها داخله في موضوع ديبيت فيه اختلاف وجهات نظر. تمام. والدكتور عمار علي حسن كان موجود على الخط الثاني، وانا ما سمحتش بفتح الخطين على بعض، كان حد بيتكلم الاول وحد يرد، حد عشان ما يحصلش الاشتباك. كويس؟ لكن انا ما بمسكش لسان الضيوف عن الكلام. ما بمسكش. ما كنتش تتخيل ان هو يقول كده؟ اتخيل او مش اتخيل مش قضيتي في النهايه كل لا بس دي ضيفتك. بالراحه بس، بالراحه بس، بالراحه. اولا لا هي مش ضيفتي، على التليفون برضه، خدي بالك الاثنين على التليفون. ضيفه برضه، الاثنين ضيوفك. ايوه يا استاذه، بس انا في النهايه سواء تخيلت او ما تخيلتش دي قصه جانبيه. انا القاعده الرئيسيه في الاعلام بتقول ان كل انسان مسؤول عن كلامه، خصوصا انه بعد ده انا قلت في نهايه المداخله الهاتفيه للدكتور عمار ما يصحش تقول كده على الدكتوره لميس يا دكتور عمار. كويس؟ طبعا. فانا هنا دفعت عنها وقلت لها انه هذا التجاوز غير مقبول من الدكتور عمار. بس تمام؟ انا لما سالتها تامر دافع عنك قالت لي طيب. لا ما هو انا قلت كده، هي مش معتبره ان ده الدفاع، موقفها يحترم بس انا ده دفاع. ثانيا ودي نقطه مهمه ارجو ان الدكتوره لميس وهي استاذتنا تنتبه ليها، وقيمه وقامه كبيره. لا ممكن اتكلم عنها لبكره الصبح من حبي طبعا، والكلام ما ينتهيش. بقول لك هي ارجل من ناس كتير في وقت عزت فيه الرجوله. ده حقيقي. مع كامل احترامي وارجو انها تتفهم الجمله دي برضو، اللي قاله الدكتور عمار علي حسن هو اهانه بس مش سب وقصف. يعني في فرق. يعني ايه المفروض ما تزعلش؟ لا المفروض بصدرها الراحب تتجاوزها. يعني في حد ممكن يقول لي يا تامر انت حرامي، ده سب وقصف. يقول لي يا تامر انت حمار، ده سب وقصف. لكن لما يقول لي يا تامر انت مذيع فاشل، ده مش سب وقصف. لما يقول لي بس العيب إهانة. ما انا قلت لك اهو.
ممكن يقول لي العيب يا تامر مش عليك، العيب على اللي شغلك في القناه. اهانه. اهانه مش حلوه طبعا، صح؟ بس بالسب والقصف. اه ماشي، متفقين. في كاتيجوريز، في تو كاتيجوريز. في شتيمه، انا لو حد شتم الدكتور رميس اكله بسناني، لكن هو هنا بينتقد وضعها في البرلمان بس بشكل فيه اهانه. عشان كده ساعتها قلت له ايه؟ قلت له هذا تجاوز لا يليق، لو سمحت يا دكتور ما تقولش كده على الدكتور رميس. بس هي اللي اكتر الدكتور رميس ما زعلت مني، ما زعلتش عشان دي، هي زعلت عشان لما خلصت المكالمه الهاتفيه ما بين الاثنين، انا قلت للناس الحقيقه ان انا مستاء ومصدوم. ليه؟ الدكتور رميس جابر والدكتور عمار علي حسن، مع اتفاقي شبه الكامل مع الدكتور رميس في افكارها، لكن هنا انا مش بتحيز، الاثنين قامتان مثقفتان، الاثنين مفكرين، الاثنين ادباء، الاثنين كتاب صحفيين مهمين، الاثنين يعتبر من النخبه، مظبوط؟ لما يكون هو ده حوار النخبه بالشكل ده. اه بس انت بتجمع الدكتوره لميس ليه فيه؟ ما هي خبطته كلمتين في التليفون برضه، يعني هي هو رد قال وهي خبطته كلمتين في التليفون. قالت له ايه؟ مش فاكر ساعتها، بس قالت له برضه اخص عليك، او يعني مش فاكر البتاع، بس في النهايه. طب مين اللي هاجم الاول؟ ما مش مهم بقى، هي على فكره الرد. على فكره انا هنا مش بقول مين صح ومين غلط، خدي بالك من اللقطه بتاعتي. اه بس انت جمعتها تحت الامبريلا انه هي غلطانه معايا. لا لا مش على فكرة. ممكن طب راح عليا، انا ما جبتش حد غلطان على فكره. او أنا. النخبه بقى حوارها كده. برافو عليك. طيب هي دي، خد اسمعي بس الفكره. هي دي اللقطه اللي دوري كاعلامي ان انا القطها، انه احنا عدينا بمرحله بسمه، ان كان هذا هو حوار المثقفين، حوار فيه اهانات، حوار فيه تجاوز. فقلت لهم اذا كنتوا انتوا النخبه اللي المفروض احنا بنبص لكم كقدوه نتعلم منكم، لما اتنين على القهوه يقعدوا يختلفوا هيعملوا بعض ايه؟ هيطلعوا مطول بعض ويغزوا بعض. انا هنا لقطت اللقطه الاعلاميه مع كامل الاحترام لشخصي المثقفين عمار علي حسن ورميس جابر، الاثنين جزمتهم على راسي، هما الاثنين قامات. وانا بقول لك انا متفق فكريا مع رميس جابر مش مع عمار علي حسن، بس اللقطه هنا انه يا جماعه انا ما احبش ان حوار المثقفين يبقى بالشكل ده، ما احبش ان حوار النخبه اللي بنبص لهم طول الوقت كده انه يبقى فيه اهانات. طيب انت ما كنتش عارف انك لما هيدخل عليها المداخله دي كان هيحصل الخلاف ده؟ اعرف. وكنت قاصد انه يحصل؟ اعرف منين؟ يعني انا هو انا جايب حد من الشارع؟ الكلام ده لو اقول لك مثلا جايب حد شتام، جايب حد بلطجي، جايب حد، انا جايب دكتوره لميس جابر والدكتور عمار علي حسن. تمام. اعمل ايه؟ انا مش بغسل ضم الجنه. طب هقول لك حاجه يا تامر. اتفضلي. وعلى انت فكره انت اثبتت حسن نيتك. طيب وقبل ما نقفل القصه انا بقول لك اهو، مع حبي وتقديري للدكتوره لميس جابر، بس اذا كانت قد ساءها هذا الحدث فانا بقبل يديها وبعتذر لها. انت رجوله يا تامر، انا كنت لسه هطلب منك ده. لا انا لا ادعي الكبر والاعتذار شيمه الكبار على فكره، أنا والله وقوه. انا عمري ما اخجل من الاعتذار، الاعتذار فضيله اتمنى انها تبقى موجوده فيا. طيب الجزء الثاني، رانيا محمود ياسين قالت اشمعنى هجموني وما هجموش تامر اللي قال على ريجيني شيمال؟ عشان انا مذيع، انا عارف انا قلت ايه. وبالتالي كلامي لا يؤخذ عليا. انا ما قلتش ان ريجيني شمال. بما انك ضحكت كده يبقى فهمت انا قصدي ايه. انا قلت في الكلام عن ريجيني انه يا جماعه التحقيقات لحد دلوقتي فاشله انها تصل الى حقيقه مقتل الشاب ريجيني، وان الموضوع طال ويجب انه نعرف قراره وصحته، واذا كان البوليس ولا الشرطه ليها دخل تقول ملوش علاقه تثبت خلو يديها. في بعض الناس روايات بتقول ان الواد ده ريجيني مش عارف ايه شمال وكان بيعمل مش عارف كذا، وفي روايه بتقول كذا وفي روايه بتقول كذا. عرفونا الحقيقه، ما ينفعش شاب ايطالي يقتل في مصر. نسبت الروايات لحد تاني. ما هو مصر عماله وطلعت زي الشعره من العجينه. انا مش شغلتي ان انا اقول اللي حصل ايه، لان انا ما اعرفش اللي حصل ايه. انا لا اعرف ريجيني شمال ولا يمين ولا وسط ولا مدافع ولا مهاجم، ما اعرفوش. بس انا مستاء من كثره الروايات اللي عماله تضرب طق حنك كده زي ما بيقولوا اخواننا اللبنانيين. وفي النهايه وكتير حبيت على راي اللبنانيين. لا انت مهضومه كتير. هيدي القصه.